نحب نتوجه لممثلي القضاء العسكري باش نقول لهم انتم صرفتوا احمد مطر راهو مازال عايش ربي يطول في عمره موجود في لندرا صدروا فيه بطاقه جلب دوليه وجيبوا حاكموه لانه هو المحرض الاساسي وراء هذه القصيده واكثر من هذايا انا نقول لقيس سعيد انت صرفت انت استبديت وصرفت معناها وعملت الاوامر وعملت المراسيم وعملت اللي يضر في بالك زيد عننا فهمتني امر اخر كالامر بتاع 117 وامنع فيه الشعر وزج بالشعراء في السجون وبكل من يتجرأ على تذوق الشعر او قراءته نعيطوا له فهمتي للقضاء العسكري وندخلوه فهمتي للسجن هذا وين وصلنا اليوم